السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن الفنان الجميل عبد الحليم حافظ. بس قبل أي شيء، فضلا وليس أمرا، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. أهلا بكم. عبد الحليم علي إسماعيل شبانة ده اسمه بالكامل، أما بقى اسم الشهرة عبد الحليم حافظ أو العندليب الأسمر. اتولد في 21 يونيو 1929 في قرية الحلوات مركز الإبراهيمية بالشرقية، والقرية دي فيها السرايا الخاصة بيه وفيها دلوقتي بعض المتعلقات الخاصة بيه. وكان هو الابن الأصغر بين أربعة، هم إسماعيل وده كان مطرب ومدرس الموسيقى في وزارة التربية، ومحمد وعليا. أمه ماتت بعد ولادته بأيام، وبعد فترة قليلة مات أبوه أيضا، وعاش يتيم وتربى ببيت خاله الحاج متولي عماشة. وكان حليم وهو صغير بيلعب مع أولاد عمه في الترعة اللي من خلالها اتنقلت له البلهارسيا اللي دمرت حياته فيما بعد. في الحقيقة، والمعلومة اللي ممكن في ناس كتير ما تعرفهاش، إن الفنان عبد الحليم حافظ عمل 61 عملية جراحية خلال حياته، وبعد ما كبر شوية التحق بكتاب الشيخ أحمد، وفي عام 1943 التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين، وهناك التقى بكمال الطويل ودرسوا مع بعض في المعهد وتخرجوا عام 1948. كمان رشح للسفر للخارج في بعثة حكومية لكنها ألغيت، واشتغل مدرس للموسيقى في طنطا والزقازيق والقاهرة لمدة 4 سنين. اللي اكتشف العندليب هو الإذاعي حافظ عبد الوهاب، وأطلق عليه اسم عبد الحليم حافظ بدلا من عبد الحليم شبانة. وطبعا غنى العندليب أغنية صفيني مرة في الإذاعة، إلا أنها قبلت بالرفض من أول وهلة، وده لأن الجمهور ما كانش متعود على النوع ده من الأغاني. لكن بعد إعلان الجمهورية غناها العندليب مرة تانية وحققت نجاح كبير جدا. تعاون العندليب مع الملحن العبقري محمد الموجي وكمال الطويل ثم بليغ حمدي، كما أن له أغاني شهيرة من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، مثل أهواك، نبتدي منين الحكاية، فاتت جنبنا. ثم أكمل الثنائي حليم وبليغ بالاشتراك مع الشاعر المصري المعروف محمد حمزة أفضل الأغاني العربية، من أبرزها زي الهوى، سواح، حاول تفتكرني، أي دمعة حزن، لا موعود، وغيرها من الأغاني. وغنى للشاعر الكبير نزار قباني أغنية قارئة الفنجال ورسالة من تحت الماء، واللي لحنها الموسيقار محمد الموجي. وبعد حرب 1967 غنى في حفلته التاريخية أمام 8000 شخص في قاعة ألبرت هول في لندن لصالح المجهود الحربي لإزالة أثار العدوان. وقدم عبد الحليم في هذا الحفل أغنية المسيح، ودي كانت من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي. وكمان غنى في نفس الحفل أغنية عدى النهار، وهي أيضا للأبنودي وبليغ، وكانت واحدة من أبرز أغاني حفلات العندليب على مدار تاريخه الطويل. وكان العندليب صديق للحبيب بورقيبة والحسن الثاني والملك حسين. كان عبد الحليم نفسه يقدم قصة لا للكاتب الكبير مصطفى أمين على شاشة السينما، ورشح نجلاء فتحي لبطولتها، ولكن القدر لم يمهله. قدم 3 برامج غنائية هي فتاة النيل للشاعر أحمد مخيمر وألحان محمد الموجي، ومعروف الإسكافي للشاعر إبراهيم رجب وألحان عبد الحليم علي وإخراج عثمان أباظة، وفاء للشاعر مصطفى عبد الرحمن وألحان حسين جنيد وإخراج إسماعيل عبد المجيد. رغم الشهرة الكبيرة اللي كان بيتمتع بيها عبد الحليم حافظ، إلا إنه هناك عدد كبير من أغانيه لا يعرفها كثير من الناس، والسبب في ده إن هذا الإنتاج الإذاعي لا يتم إذاعته وهو مملوك للإذاعة المصرية مثل باقي إنتاجه، وهذا السبب نتج عنه شيء من الندرة، وتم الاعتقاد أنه تراث مجهول، ولكنه معلوم لكثير من المؤرخين والإذاعيين المصريين المخضرمين. وقدمت الإذاعة بعض منها من خلال برنامج منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وساعة طرب إعداد وإخراج سعيد عبد العزيز، وكان على موجات إذاعة الأغاني. ومن الأفلام اللي قدمها العندليب لحن الوفاء، أيامنا الحلوة، ليالي الحب، أيام وليالي، موعد غرام، دليلة، بنات اليوم، الوسادة الخالية، فتى أحلامي، شارع الحب، حكاية حب، البنات والصيف، يوم من عمري، الخطايا، معبودة الجماهير، أبي فوق الشجرة. ومن الأغاني اللي قدمها صفيني مرة كلمات سمير محجوب وألحان محمد الموجي، إحنا كنا فين كلمات حسين السيد ألحان منير مراد،
على قد الشو كلمات محمد علي أحمد ألحان كمال الطويل، توبة في عام 1955 كلمات حسين السيد ألحان محمد عبد الوهاب، يا خلي القلب في عام 1969 كلمات مرسي جميل عزيز وألحان موسيقار الأجيال، في يوم في شهر في سنة كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل، موعود كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، لقاء كلمات صلاح عبد الصبور وألحان كمال الطويل، رسالة من تحت الماء كلمات نزار قباني وألحان محمد الموجي، حبيبها كلمات كمال الشناوي وألحان محمد الموجي، قارئة الفنجان، جانا الهوى جانا من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، حبيبتي من تكون كلمات خالد بن سعود وألحان بليغ حمدي، من غير ليه كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد عبد الوهاب. ومن الأغاني الوطنية العهد الجديد سنة 1952 وإحنا الشعب وعلى أرضها، ابنك يقول لك يا بطل، ونشيد الوطن الأكبر، وحكاية شعب، والجزائر، ومطالب شعب، وصورة عدى النهار أحلف بسماها، البندقية اتكلمت، عاش اللي قال. ومن الابتهالات الدينية، أنا من تراب على التوتة، أدعوك يا سامع ورحمتك في النسيم، بيني وبين الناس والحبة في الأرض، خليني كلمة ورق الشجر بين صحبة الورد يا خالق الزهرة. وطبعا دي كلها من كلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى وألحان محمد الموجي. اتصاب العندليب الأسمر بتليف في الكبد كان سببه البلهارسيا زي ما قلنا في الأول، وكان هذا التليف سبب في وفاته عام 1977. وكان أول مرة اتعرف فيها العندليب أنه مصاب بالمرض ده كان عام 1956 عندما اتصاب بأول نزيف في المعدة، وكان وقتها مدعو على الإفطار في شهر رمضان عند صديقه مصطفى العريف. ومن ضمن الأطباء اللي عالجوه في مرضه الدكتور مصطفى قناوي، الدكتور ياسين عبد الغفار، والدكتور زكي سويدان، الدكتور هشام عيسى، الدكتور شاكر سرور، ومن إنجلترا الدكتور تانر، الدكتورة شيلا شارلوك، الدكتور دوجر ويليامز، دكتور رولاند ماكبس، ومن فرنسا دكتور سارازان. وكان معاه سكرتيرته الخاصة هي الأنسة سهير محمد علي، وعملت معاه منذ 1972، وكانت مرافقاه في كل المستشفيات اللي قعد فيها. توفي العندليب يوم الأربعاء في 30 مارس 1977 في لندن، كان عمره وقتها 47 عام. والسبب الأساسي في وفاته هو الدم الملوث اللي اتنقل ليه حامل معاه التهاب كبد فيروس، اللي هو يعني فيروس سي، اللي تعذر علاجه مع وجود تليف في الكبد ده، كان ناتج عن إصابته بداء البلهارسيا زي ما قلنا منذ الصغر. ومن بعض الآراء اللي اتقالت إن السبب المباشر في موته هو خدش المنظار اللي توصل لأمعائه مما أدى إلى النزيف، وحاول الأطباء منع النزيف بوضع بالون عشان يبلعوا العندليب لمنع تسرب الدم، ولكن عبد الحليم حافظ مات ولم يستطع بلع البالون الطبي. بعد وفاته حزن الجمهور حزن شديد جدا على العندليب، حتى يقال إن بعض الفتيات انتحرن بعد ما عرفوا بهذا الخبر. وتشيع جثمانه في جنازة مهيبة لم تعرف مصر مثلها سوى جنازة الرئيس المصري جمال عبد الناصر والفنانة أم كلثوم. وكان عدد المشاركين في الجنازة حوالي 2,500,000 شخص. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. لا تنسى الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.